السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نكمل. فكما قلنا عملنا هذا الراوت حاليا، طبعا ممكن هاي هنا نلغيها الـ IPI، لأنه هو أصلا يعني راح يضيف لـ IPI، ما دام هو IPI فهو بالتمر راوت راح يضيف لـ IPI هنا. يعني احنا لازم لما نصله لازم نكتب لوكال هوست 8000 البورت حسب لارافل، بعدين نكتب IPI، بعدين ديبارتمنت، بعدين IIT احنا نريده. حاليا هذه كيف نرجعها؟ احنا عملنا طبعا بالدرس السابق عملنا بال HTTP هنا كنترولر، عملنا بهذه الطريقة كانت، لكن حاليا هنا ما راح يرجع شيء، هذا لازم نقول له ريتيرن حتى يرجع. لكن اكو طريقة مكان ما احنا نرجعها هنا، نرجعها بشكل كل يعني احنا نختاره ايش نريد نرجع بالضبط. مثلا نريد فقط نرجع النيم، مثلا اذا عملنا حاليا ريتيرن، مثلا هنا ريتيرن قل له ال ام بي راح يرجع لي كله مش ما بينه. ممكن اريد ارجع امور مخصصه لي فقط، كيف اجي على الكوماند لاين هنا اللي عندنا، هنقول ايضا امر اخر بي اتش بي ارتسن ميك، كنا عملنا موديل حاليا نعمل ريسورس، هو هذا استخدامه. فراح نسميه مثلا امبلوي ريسورس، فقط هذا الامر، نضغط انتر، هو راح يعمل لنا فولدر اسمه ريسورس، راح يعمل داخله هذا. شوف هنا حاليا اذا جينا ايضا على الاتش تي تي بي، داخل الاتش تي تي بي عمل لك ريسورس هنا سماه امبلوي ريسورس، شوف رجع لك هذا. هنا ايش راح ترجع انت، ايش راح تعمل؟ ركز معي، شوف ان الموقع الرسمي مالتهم موجود، تبحث عن ريسورس، شوف هنا يقول لك تعملها بهاي الطريقة، تقول له ريتيرن وتضع البيانات اللي انت تريدها هنا. ممكن ناخذ الهاي كوبي بيست من الموقع الرسمي ماله، فحاليا مكان هاي الريتيرن هنا ناخذ هذه. فاحنا هنا ايش نريد عندنا؟ قلنا ايش بينو الامبلوي، قلنا بينو نيم وايج واي دي، الاي دي ما نحتاجه فممكن ما اخلي اي دي هنا، بينو هو نيم ايضا فنقول له نيم الاسم ذس نيم. هاي ليش ذس؟ ذس يعني هنا احنا بهذا الكلاس، لكن احنا بعدين هذا الكلاس وهذه الميثود اللي هنا الكلاس اللي هو امبلوي ريسورس راح نستخدمه هنا، واضحه الفكره؟ راح تشوف شنو راح يكون العمل ماله. فحاليا نريد نيم ونريد مثلا الايج ايضا، نقول له ذس ايج بهذه الطريقة. بعد مثلا نريد، لكن على سبيل المثال حاليا نريد فقط هذول الاثنين. احنا نجي هنا حاليا، شوفوا عملنا له حاليا ريسورس، نجي هنا نعمل له استخدام، فهو من الاب، شوفوا هنا بالاب، طبعا هذا اب كلاس هو لذلك نعمل له كابيتال كما يبين هنا. عندنا ايضا اتش تي تي بي، بعدين اتش تي تي بي، بعدين شوفوا هنا فولدر ريسورسز، اكتبوا resources، بعدها اسمه employ هنا employ resources، ممكن نعمل له copy paste من هنا، نعمل rename حتى لا اغلط باسمه بهذه الطريقة، واضحة الفكرة؟ حاليا اخذنا له. فهنا ما كمان نعمل return employ، لا راح اقول له return ايش رجع لي؟ resource نستخدمه احنا هنا كولكشن، يعني عندنا بيان اي ام بي، واضحة الفكرة؟ بهذه الطريقة فقط. حاليا نشوف اذا رجعنا، طبعا هنا حاليا المفروض هذه، حاليا اذا جينا على الراوت اللي هو هوني نكتبه فوق، طبعا هنا اول مرة لازم تعمل تشغل السيرفر، فايش راح تقول له؟ بي اتش بي artisan serve فقط، هيشتغل على لوكال هوست شوف هنا والبورت 8000. فحاليا اذا جينا هنا نقول لوكال هوست اي لارافل هتشغله بهاي الطريقه، حتى اذا ما كان اي بي اي لوكال هوست بورت 8000، بعدين قلنا الراوت مالنا وهذا، شوف انتبه هذا الراوت مالنا، لكن ما دام هو اي بي اي فهنقول له اي بي اي قبله، لان احنا هنا بالراوت من اي بي اي، فهتقول له قبل اي بي اي اي بي اي، وبعدين بعد الاي بي اي راح تكتب الراوت نفسه هذا اللي هون ديبارتمنت، وبعدين تكتب الاي دي، طبعا هنا خليناها بين اقواس الاي دي معناته المستخدم هو، من احنا نكتبه احنا ندخله يعني
بس الديبارتمنت ثابته مثلا، بينما الاي دي لا، انت راح تدخله كمستخدم بال او اللي راح يكتب الراوت يعني. فانا حاليا ايضا ديبارتمنت، بعدين نكتب الاي دي مثلا اي دي 1. المفروض حاليا يجيبنا، وين يجيبنا؟ يجيبنا على الامبلوي كنترولر جيت امبلوي اللي هي هذه هنا اللي كتبناها، راح يرجع لنا البيانات هنا كلها. هذه من الريسورس راح يرجع لنا، قلنا له فقط رجع لنا النيم والايج، فرجع لنا النيم والايج فقط. شوف هنا رجع لك داتا. طبعا النيم والايج هنا انا دخلته بيانات، انا دخلته بيانات بالقاعده البيانات هنا فقط، اثنين مثلا الاي دي اثنين، القسم الثاني شوف مثلا بينه فقط هذا، فقط رجع لي النيم والايج ماله. طبعا هنا رجع لك داتا اللي كانت من داخله، ممكن انت ما تريد تخليها داخل داتا، ايضا اكو طريقه كلها. شوف تجي هنا تقول له فقط سورس وتخلي هذه without wrapping. شوف هنا حاليا اذا عملت فقط هذه، اذا رجعنا هنا راح يكون بدون داتا. شوف رجع لك البيانات داخل هذه قبل مباشرة. بعد ما كملنا هذه، طبعا عندنا ايضا شغلة اخرى، شغلة بسيطة جدا بالموديل اللي هو الامبلوي هنا. شوف هنا قلنا belong to، belongs to العلاقة يعني الامبلوي علاقته بالديبارتمنت، لكن هنا قلنا له علاقته belongs to يعني ينتمي الى، لكن هنا لازم نحدد ايضا يعني اشتح الاجنبي اللي هو الفورين كي بلغه اللي يعرف بلغه اس كيو ال يعرف ما هو قصدي بالفورين كي. فالفورين كي المفتاح الاجنبي اللي هو لازم تابع يكون الديبارتمنت اللي عملناه هنا احنا. طبعا شوفونا لما عملنا الامبلوي جدول، شوف سميناه هنا ديبت اي دي صح؟ لرفل ما حيفهم انه شيء اسمه ديبت اي دي، لازم تسمينه ديبارتمنت اي دي، بما انه هذا الجدول ديبارتمنتس اسمه، لازم مفتاح الفورين كي اللي هو هنا تسمينه ديبارتمنت اي دي. بهاي الطريقة هاي الله يفهمه حتى يعرف بدون ما تكتبه. لكن ما دام انت سميته غير اسم، لازم انت ترجع تقول له تعرفه انه هذا الفورين كي مالتي. فكيف تعرفه هنا؟ البلانكس تو، اكو مكان اخر نعمله هنا، نقول له الفورين كي، نقول له ديبت اي دي، واضح؟ حتى يعرف انه هو هذا الفورين كي مالنا، وانتهى الامر فقط بهذه البساطة. اذا غير اسم، واذا تقطع منه ديبارتمنت اي دي فما يحتاج اصلا تخلينه، انت ما يحتاج تخلينه هنا اصلا يعني. فالمهم حاليا اخذت فقط طاوفك هذه، اعتقد حاليا واضحه هذه الامور. حاليا نجي على باسبورت. طبعا هي نفس الفكره، لكن الباسبورت هو تطبيق او باكيج خاص باللارافل يساعدك على عمل التوكن او الجي دبليو تي بشكل مبسط جدا، يعني الامر جدا سهل راح تشوف. فقط تكتب لارافل باسبورت، شوف هنا، شوف خطوات فقط تنفذها حتى لو ما فهم الموضوع عشان انت راح تقدر تنفذها. لكن طبعا الافضل انك تفهم ما هي الاوث، اقرا عن هذا الموضوع جي دبليو تي الباسبورت، اقرا عنهم كلهم، ممكن راح ادرس عليهم وحده يعني. لكن حاليا فقط حتى لو ما تعرف انت، شوف اول مره تنصب الباكيج مالك اللي هو الباسبورت، فقط تثبته عن طريق الكومبوستر ايضا. فهنا جينا طبعا من اي مكان، ممكن من هنا، ممكن هنا عادي، ممكن هنا باي مكان كان. المهم تجي على الاي اي بي اي تيست اي بي اي، المكان اللي كنت ثبتت بينه اللارافل، تدخل داخل اسم المشروع اللي هو سميناه اي بي اي، ترجع هنا تعمل بيست. اي باكيج عندك تقدر تثبته بهذه الطريقه. طبعا هنا نثبته وننتظر ايضا، لازم فقط تضغط علينا وننتظر. هقطعه حاليا بينما يكمل. طبعا بينما يكمل راح نجي اقول لك كيف نجرب. لما نجرب الاي بي اي حاليا الجيت، شوف الامر سهل جدا، جربناها بهاي الطريقة فقط بالمتصفح لان هي جيت. بينما مثلا عندك بوست راح نسجل مثلا تسجيل دخول لوج ان ولوج الساين اب مثلا او يعني الريجستر، هنا تحتاج بوست، ممكن عندك بوت اذا عندك مثلا تحديث يعني ابديت. فكيف لازم تنزل لك بوستمان، بوستمان فقط اكتب بوستمان او تستخدمه احنا مع الاي بي اي للتجربة. هنا البوستمان ايضا موجود، هنا موجود حتى كإضافة فقط الجوجل، جوجل كروم. فالامر جدا سهل، فقط تثبت عندك البوستمان وراح تجرب عليه. ايضا تثبيته طبعا سهل جدا يعني ما يحتاج احد يشرح لك التثبيت ماله، يعني اي واحد يقدر يثبته. فالمهم انا مثبت عندي فراح اجرب بينه. شوف هنا حاليا هذا شكل البوستمان، حاليا فقط ننتظر يكمل التثبيت ايضا دقائق ممكن.
طبعا هنا ملاحظة فقط، انه لما نقول IPI Web Service IPI ما هو؟ شوف هو هذا الـ IPI. هسه حاليا هذا الـ IPI مالي انا، الناتج مالته يرجع لك الـ RESTful IPI، يرجع لك الـ JSON. شوف هنا هاي Array JSON، تكتب Array يعني المصفوفة، داخلها JSON Object اللي يسموهم، و K Value، هذا الـ K Name الـ Value ماله أسامة، الـ K Age الـ Value ماله 28. من جاب هذه؟ جابه من قواعد البيانات هنا. طبعا اخذ بنظر الاعتبار انه اكو علاقه، احنا قلنا له هنا هنا قلنا له with department، فالعلاقه بيناتهم، فانتهى الامر. واضحه الفكره؟ هذا هو الاي بي اي. حاليا لما ترفعه على الشيرد هوست مثلا او ترفعه على الكلاود، الفرق ايش هيفرق؟ كل شيء ما هيفرق، هذا كله هيبقى نفسه. هذا ممكن انت تعمله ايش ما تريد، يعني اللوكال هوست 8000 هذه اللي حنشغله على اللوكال هوست احنا. هنا ممكن يكون مثلا على سبيل المثال HTTPS مثلا، يعني مثلا نشوف ايش ما يكون، مثلا سامة admin .com مثلا. شوف مثلا هنا public، شوف وين رفعته انت حسب الهوست، راح يكون بهاي الطريقة يعني فقط. فهنا راح مكان ما تدخل اين مثل ما عملنا فقط تغير هذا اذا كان الهوست مالك بهاي الطريقة، وايضا راح يعمل نفس الشيء ويرجع لك هذا. واضحة الفكرة؟ طبعا هنا شوف ال manifest generated successfully، فهنا حاليا ثبت الباسبورت عندك. شوف اول شيء قال لك اول مره اعمله ثبته، فعملنا له بهاي الطريقه احنا كومبوزر. بعدين يقول لك بي اتش بي ارتست ميجريت، ليش؟ لان هو راح يكون بينه مجموعه من ال ايش نعمل ميجريت احنا، عندنا الميجريشن اللي هي هذول الجداول مثل اللي نرفعهم على داتابيس، فلازم نعمل ميجريت. فهنا اصلا هو من ثبت الباسبورت اكو مجموعه من الجداول. شوفونا حاليا اذا جيت على قاعده البيانات مالك هتشوف بيها فقط هاي الجداول هنا. احنا اذا عملنا ميجريت حاليا هنا فقط راح نعمل ميجريت ايضا من اي مكان، المهم نعمل ميجريت. شوفوا راح يرحل لك مجموعه من الجداول تابعه الباسبورت، هو عمل لك اياه، انت مالك علاقه بالموضوع يعني. شوف حاليا هذول كلهم راح يرحلهم على قاعده البيانات. حاليا شوف قاعده البيانات اذا جينا عملنا ريفريش شيرنا، شوف رفع لك هذول الجداول، مالك علاقه انت فقط اتبع التعليمات هنا. حاليا عملنا ميجريت. بعدين يقول لك بي اتش بي ارتسن باسبورت انستال، انستول راح نعمل انستول اللي هو فقط اتبع الاوامر كما قلنا، فقط كوبي بيست لا اكثر ولا اقل. طبعا قد اتاخر انا، انت هذا ممكن تعمله انت اذا فهمت الموضوع، يعني تعمل الموقع كله لوحه التحكم والباسبورت كله خلال دقائق، ممكن يعني ساعه مثلا اقول. شوف حاليا عمل هاي كملها، الكلاينت سيكريت والاي دي، طبعا هاي المفروض تفهمها انت افضل، لكن حاليا انا فقط ما لي علاقه انك تفهمها او لا، حاليا اقول لك كيف تطبق، يعني ممكن تتعلمها انت كل هاي الامور. خلينا نكملنا هنا. شوف حاليا يقول لك تعال هنا اذا لارافول باسبورت العمل استدعي هذه، اعمل يوز لارافول باسبورت بهاي الطريقه، وين هاي بالاب يوزر، يقول لك تعال على الاب يوزر. طبعا كله تقراها لهذه، تجي على الاب يوزر، اول شيء تاخذ هذا الاب يوزر الملف ماله، يقول لك خذ هذه اعمل يوز، تاخذها مثل مثال كنت اكو مباشره. وين الاب يوزر؟ اليوزر الموديل يعني، فنجي هنا الاب اليوزر موديل، تجي تخلي هاي هنا تاخذها تعمل لي يوز هاي المكتبه حسب التعليمات. بعدين يقول لك استخدم ال هنا، شوف عندك نوتيفاي استخدم هذه ايضا، هذه ميلو الموجوده نوتيفايبل، فقال لك ضع هاي ايضا هنا المكتبه. فنجي هنا شوف النوتيفايبل موجوده، نجي على ال شوف النوتيفايبل، هتخلي هاي ايضا معها تعمل فارس البيانات. واضحه الفكره؟ هاي انتهى كملنا اليوزر. بعدين نيكست يقول لك شوف انت تقراها كل هذه لازم، او اذا تفهمها او افهمها مني حاليا. هنا ايضا يقول لك بالاب بروفايدرز بالبوت، هنا الاوث سيرفيس بروفايدرز، هذا ساق لك ويصبوا الملف، يقول لك اول شيء هنا اعمل الباسبورت. شوف هنا الملف هنا هذا بالبروفايدرز اب الاوث سيرفيس بروفايدرز، فاول شيء نعمل باسبورت امتوها مثل ما عملها هنا. بعدين شوف ايش الاضافات، يقول لك هنا يقول لك ضع هذه routes بالبوت. شوف هنا كنت جايب لك اياها بالمثال بالبوت، هنا فقط موجوده هاي، انت خلي هاي الراوتس معها، راح يعمل مجموعه من الراوتس خاصه بالباسبورت انت ايضا ما تعملها. شوف سهل جدا، شوف البوت هنا فقط بها هاي احنا نضع هنا مثل ما قلنا، اتمنى الفكره واضحه. بعدين حاليا نيكست، شوف كل الامر سهل، تجي على config auth، يقول لك هنا هاي الconfig auth
هنا عندك الدرايفر، عندك سيشن اذا كان موقع ويب، شوف هنا الحمايه مالته حتكون سيشن، بينما اذا كان عندك اي بي اي الحمايه شوف ايش تكون، انت لازم تعملها باسبورت، هي حتكون توكن انت تعملها باسبورت. فتجي هنا موجود هذا بالكونفيج اللي هو هذه، بعدين الاوث شوف هنا الديفولت حتكون ويب، ممكن تتركها ما ياثر شيء يعني. تجي هنا الجاردز الاي بي اي شوف توكن معمولين، انت تعملها باسبورت يعني نستخدم باسبورت. حاليا نشوف بعد ايش يغيد ميجريشن كستمايزيشن، هذه هذا ما اذا تريد تعمل كستمايز هنا، اذا فرونت اند شغلك بالفرونت اند هاي كله ما لك علاقه بيها. بعدين 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 ما هذا هو حاليا ما عندنا شيء بعد اعتقد. شوف هنا اكو موقع اي مثلا تكتب هنا يمكن افضل اي مكان، مثلا اكتب لارافل مثلا 5.6 باسبورت، هنا يمكن يجيبك شرح ابسط عفوا من الدوكيومنتيشن ماله اذا كان صعب عليك. شوف هنا مثلا هذا نمشي على هذا نفس الشيء بالضبط، هاي الامور اللي عملتوها كلها كامله. فمثلا اجي اكو بس بالاخير حتى شوف كل هاي كملها، هاي كلها عملناها احنا config من اليوزر من الجاردز من هنا شوف لك تعمل راوت، الراوت احنا عملنا راوت لكن كيف تحمي الراوت، كيف تعمل كنترولر هنا، ممكن نعمل الساين اب. شوف هنا هاي ممكن اعمل لك هي كلها، لكن شوف ممكن هذا الموقع مثلا دخلنا عليه نريد اعلمك بهاي الطريقه، انه شوف الامر ايش سهل لازم تتعلم انت اول مره، لكن حاليا شوف مثلا هذا الموقع تقدر تاخذها منه كوبي بيست كله. واضحه الفكره؟ حاليا سنعمل تسجيل وتسجيل الدخول صح؟ فراح نعمل هنا اعمل هنا مثلا كنترولر بي اتش بي بي اتش بي ارتسن ميك كنترولر اسمينه مثلا اوث مثلا اوث كنترولر طريقة عملنا كنترولر حاليا. شوف نجي على الكنترولر http عندنا كان قبل فقط ال داخل كنترولر كان عندنا فقط الامبلوي كنترولر، حاليا اوث اكو. شوف حاليا الاوث ممكن تجونا فقط تاخذ كوبي بيست من هذا، واكو كثير مواقع ايضا تقدم لك يعني. شوف على ايش دقد اكتبها من البداية خذها كلها من هنا كوبي بيست. ما يحتاج هذا كله، نعمل له كوبي بيست مباشرة هنا، نغير هذا نعمل اوث كنترولر، هو اصلا معمول اوث كنترولر. فشوف هنا شوف ايش نحتاج احنا، ايضا نيم ايميل باسورد ان هو باليوزر احنا هنستخدم فهو نفسه بالضبط، قلت خليه هذه الفاليديشن. طبعا كما قلنا ان الكورس عملته قلت بالبداية انه انت لازم يكون عندك معرفة بلارافل، يعني اذا دش لارافل ما ممكن يكون فقط ثلاث دروس اكمل هاي الامور. فهنا تعمل فاليديشن مثلا النيم راح يكون مطلوب ريكوايرد، ايضا نوع سترينج الايميل لازم يكون ريكوايرد، لازم يكون ايضا ايميل يعني اذا ما دخل مثلا ات ما حيقبل، ايضا يكون يونيك داخل جدول اليوزر يعني ما ممكن يتكرر الايميل. الباسورد ايضا ريكواير، وايضا هنا كونفيرم ما يحتاج اذا عندك تاكيد اللي هو يعني هنا. بعدين قلت له اليوزر يساوي يوزر جدول يوزر اللي عندنا هو الموديل يعني اليوزر اللي موجود هنا، واضح اللي اول ما تبدي موجود ما يحتاج تعمله يعني اللي هو هذا اللي مرتبط بجدول اليوزرز اللي ايضا موجود هو. شوف احنا ما عملنا جدول يوزرز احنا، لكن هو موجود مباشره داخل لارافل موجود بينه هاي الامور كلها، واضحه الفكره؟ فلارافل بينه كثير اموريه موجود لازم تفهمها بهاي الطريقه يعني. بعدين قال له فانا قال له جريت نيو يوزر راح يعمل يوزر راح يكون النيم وايميل وباسورد، هذا مين؟ طبعا الباسورد مشفر بكريبت، هذا مين راح يكون؟ راح نجربه حاليا. ممكن انت يعني هاي اللي تدخلها النيم والايميل والباسورد ممكن تدخلها بمكان بالويب بلغه HTML يعني بلغه PHP HTML يعني، يعني تعمل قصدي المكانات اللي هي التكست والى اخره ب HTML، ممكن تعملها بفلتر، ممكن تعملها يعني تطبيقات موبايل بالكوتلن او بجافا او بسويفت حسب التطبيق مالك. فانت المهم وين ما كان راح تعملهم وتدخلهم هنا. راح يدخل بقاعده البيانات لوك اوت ايضا ممكن حاليا احنا ما غيته كله موجود، يمكن ترجع هنا اذا رجع لك اليوزر معلومات اليوزر اللي كان دخل كله كامل، لكن فقط اللوج ان هنا هذا ما قد تقطع عقلي، اترك اللوج ان حاليا هنا، هاي نستخدم لوج ان اخرى، ممكن نستخدم لوج ان ثانية، ممكن اجيبه من عندي من اي مكان،
طبعا يا ما اريد اطول، فلذلك جبتوها مباشرة. انا ممكن نلغي هاي الامور كلها ما نحتاجها. المهم عملنا توكن نسميه وانا مثلا اي بي اي، ايش بغيت نسميه اسم اي بي اي، وانا يوزر رجع لنا، انتهى الامر. حتى هاي ما يحتاج تراي. هاي بعدين انت تريد تعمل الكود بشكل افضل تقدر تعمل اي شيء تريده. فانا بهاي البساطة فقط عملنا اول شيء انه الايميل والباسورد، طبعا هنا رول اي دي هاي ما لها علاقة بيها، هاي غير موضوع. فهنا اعمل التمبت، اذا كان الايميل والباسورد يساوون بقاعة البيانات اعمل توكن بهاي الطريقة، الاوث يوزر جريت توكن، واليوزر يساوي اوث يوزر. وهنا ايضا ما نحتاجين، نبغي نرجع فقط، فقط رجعنا سكسيس اذا نجح. واضحة الفكرة؟ وانتهى الامر. حاليا عملنا لوجن وباسورد. خلينا كيف نجرب هذه؟ طبعا لازم نعمل له راوتنج اول مرة، كيف نسلم احنا كاي بي اي قلنا لازم نعمل راوت. بشوف انه نرجع الراوت مرة أخرى الاي بي اي، نعمل راوت ايضا لوج ان والباسورد. هنا نوعا ما حيكون بوست، يعني هذا بوست انت راح تدخل بيانات في بوست. فهذا اول واحد راح نعمله مثلا مباشرة، راح نعمل مثلا ساين اب بدون اي دي وبدون اي شيء، وهذا الاخر نعمله فقط لوج ان. واضحة الفكرة؟ هذا وين يودونا؟ يودونا على الاوث كنترولر اللي عندنا. فالاول واحد راح يودينا على ساين اب، والاخر راح يودينا على اللوج ان. واضحة الفكرة؟ راح يودينا هنا نينم، فهذا يودينا على ساين اب هنا بهذه البساطة، وهذا على اللوج ان. واضحة الفكرة؟ انتهى الأمر حاليا. حاليا إذا جينا نجرب نفتح الباسبورت البوست مان عفوا، فهنا نشوف الراوت ماله، فقط راح نقول له اتش تي تي يعني لوكال هوست 8000 البورت، بعدين اي بي اي اللي قلنا اي بي اي، بعدين ساين اب فقط. فهي الطريقة البوست، فإذا تعمل له بوست هنا، إذا كان جيت تعمل له جيت هنا، أي شيء ما تريد موجود. فهنا عندنا لوكال هوست 8000 قلنا اي بي اي، بعدين شوف هنا الراوت ماله بهاي الطريقة ناخذه. ساين اب بما انه هذا بوست، فاذا بينه بادي. البادي هنا شوف راح تكتب احنا ايش عندنا، ايش نحتاج اذا جينا على الاوث، نحتاج نيم وايميل وباسورد. نجي هنا تعمل واحد حقل، تخيل انه هذا تطبيق بالموبايل او موقع ويب ايش ما يكون، ايميل بس انت راح تدخل باسورد. هنا أسامة على سبيل المثال، هنا مثلا الإيميل أسامة at gmail.com، باسورد مثلا أسامة أيضا نعمل send. شوف هنا successfully created user، واضح. إذا جينا لقاعة البيانات حاليا نجي على جدول user، هنا شوف كان فارغ، شوف حاليا دخل بين أسامة. واضح الفكرة؟ حاليا نجرب اللوج ان هنا، فقط هاي نفس الراوت، فقط نقول لوج ان هنا. شوفوا هنا فقط نفس ما ذوي نجرب، المفروض ذوي الصح. فايميل بدون نيم، ايميل وباسورد اللي هي هذه طبعا، الباسورد لوج ان هنا، فقط عندنا ايميل وباسورد راح نجرب فقط. فنفس هذا الايميل والباسورد. طبعا اذا عملنا غلط مثلا عمل اضيف له شيء معين هنا، يعني المفروض راح يقارن بقاعة البيانات، المفروض هسه حاليا يقل لي خطا. شوف هنا قال لي خطا، شوف حاليا اذا عملنا نفسه مثل ما دخلنا حاليا ظهر خطا ايضا. شوف يقول لي اوث كنترولر اون لاين 49 اكو خطا. ثواني اوث كنترولر لاين 49 ها هنا داتا سكسيس، صح هنا ماكو شيء اسمه سكسيس لان لغيناها. نقول له مثلا هنا سكسيس رسم بهاي الطريقة فقط. شوف حاليا نجرب مرة ثانية، شوف حاليا ستيتس سكسيس.
واضحة الفكرة؟ نجح. لكن المفروض يرجع لك توكن، احنا هنا ما قلنا رجعنا توكن، فإذا رجعنا الداتا نقول رجعنا توكن. توكن اللي هاي التوكن اللي عملناها قبل هنا، فقول رجعنا اياه. حاليا اضغط شوف رجع لك التوكن، هي هاي التوكن واضح؟ هسه حاليا ايش راح تفيدنا هاي التوكن؟ شوف ركز معي. حاليا جينا هنا شوف هذا الراوت اللي حاليا ذكرناه قبل قليل هنا، شوف رجعنا هاي، ممكن هذا نريد نحمينه. يعني ايش نحمينه؟ يعني ما حد يقدر يدخل على هذه يرجع هاي البيانات هنا الا اذا كان عنده ايميل وباسورد، الا اذا كان مسجل عندنا بالموقع. فكيف اعمل الهاي؟ شوف الامر جدا بسيط، يعني نجي على الامبلوي كنترولر، عفوا نجي على الراوتينج، الراوتينج نريد نحمي الراوت، نجي على الراوت فنحمي الراوت. احنا ايش نريد نحمي؟ هذا غير فقط شوف هذا السطر هنا راوت ميدل وير، نخلي ميدل وير اللي هو اوث اي بي اي. واضح؟ احنا غيرنا لما جينا على الاي بي اي هنا، لما جينا على الكونفيج هنا شوف الاوث، لما غيرنا شوف الاي بي اي عملنا له باسبورت. واضح؟ فاذا هنا حاليا نقول استخدمه فقط الباسبورت حتى تحمي هذا بينه. حاليا ديبارتمنت تم حمايته بالاي بي اي. فكيف؟ شوف نجي على نفس هذا، حاليا ساعه نحاول نرجع البيانات، شوف ما ترجع بعد البيانات. واضحه الفكره؟ ما نقدر نرجع، ترى ظهر لنا خطا. اذا جينا هنا نحاول بالبوستمان، نرجع البوستمان مالنا، احاول مره اخرى، شوف هذا جيت، فرجع جيت، شوف ما حيرجع، يظهر لي خطا. كيف يرجع؟ بحاله واحده فقط بالهيدر هنا، اكو شيء اسمه authorization بالهيدر، طبعا نحفظ الريكوست هو هيدر وبادي. فالمهم بالهيدر هنا نخلي كلمة هنا هنا تخلي هاي الكلمة بيرر نوعه، وهتخلي التوكن اللي طلعته قبل قليل من عملت له تسجيل دخول طلعت لك توكن صح؟ هاي التوكن نفسه حتى ما حد يقدر يدخل الا اللي عنده هاي التوكن اللي هو سجل دخول. اتمنى الفكرة وصلت هنا. فشوف هنا خلينه بالهيدر مال هذا الطلب، هو نفسه هذا اللي عندنا. فحاليا شوف بنخليته بالهيدر، حاليا اذا عملنا سند ركز معي شوف رجعت البيانات. اعتقد الفكرة يعني وصلت حاليا، يعني هو طبعا يحتاج شرح اكثر الموضوع انا متأكد يعني، لكن فقط قلت كما قلت انه بوقت سريع جدا، وانه تكون عندك انت خلفية بهاي الامور حتى تقدر، واللي ما عنده خلفية ممكن يشوف السهولة يقدر حتى يتشجع انه يتعلم اكثر يعني. طبعا ممكن تقدر تطبق مثل ما قد اعمل حاليا انا ايضا، يعني ماكو اي مشكله، وهرفعه كله على جيت هاب هذا الشغل بعد، وهنطوره طبعا كثير يعني بعد اعمل لوحه تحكم بعد يعني الدرس القادم ان شاء الله ويتطور اكثر مكان. لكن حاليا شوف هنا اعتقد الامر وضح يعني انه حاليا ما اطلع هاي التوكن الا لما اسجل دخول صح. من عندي هاي التوكن اقدر ارجع البيانات، كيف؟ لان حميت الراوتينج هنا. اتمنى هذا الامر يكون واضح حاليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.